السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. ازاي نعرف نقيم الكتكوت؟ ازاي نحكم على ان الكتكوت جيد ام غير جيد؟ ما هي المعايير اللي انت تقدر تقيم بيها الكتاكيت اللي انت هتشتريها؟ طبعا دي اهم نقطة في تربية الفراخ، لان الكتكوت الجيد عامل زي البيت اللي اساسه وعمويده جيد. اذا ربنا وفقك واخترت كتكوت جيد، ده معناه انك هتستحمل صدمات كتيرة في الدورة. لكن اذا تم اختيار كتكوت غير جيد، ده معناه ان الدورة كلها معرضة للزلزال في اي لحظة. اي مرض صغير ممكن يدمر لك الدورة ويهز مناعة الكتاكيت، لان هي اصلا ضعيفة. زي ما قلت لحضرتك، البيت الشديد القوي بيعتمد على العمويد القوية، الكتكوت هو عماد الدورة. دلوقتي حالا هنعرف مع بعض ما هي المعايير اللي تقدر تختار بيها الكتكوت الجيد علشان تبدأ دورة جيدة. لكن كالعادة ما تنساش ان اشتراكك يشرفنا، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا يا شباب. اول نقطة تقدر تقيم بيها كتاكيتك الحيوية والنشاط اثناء استقبال الكتكوت. لكن خد بالك، النقطة دي في غاية الخطورة، لان ممكن الكتاكيت تكون جاية في دورة فصل الشتاء، السيارة غير مجهزة الى حد ما، تفاجأ حضرتك ان الكتاكيت نايمة في القفص، عندها خمول، عندها كسل. اللي بيحصل ان الكتاكيت بتلم على بعضها في اثناء انخفاض درجة الحرارة مع طول فترة النقل، فيظهر لك الكتاكيت يعني متجمعة في القفص ومفيش الحيوية اللي انا بتكلم عليها. لكن الكتاكيت لو جات لك في دورة صيف ودرجة حرارة السيارة ممتازة، وبرضو الكتاكيت غير نشيطة في القفص، ده يعتبر مؤشر او معيار تقدر تقيس عليه اذا كانت الكتاكيت جيدة ام غير جيدة. المعيار التاني يا شباب، ان الكتاكيت تكون متماثلة في الشكل والحجم، يعني ما يكونش فيه كتكوت كبير وكتكوت صغير. التماثل ده بيدل على ان الكتاكيت من مصدر واحد ومن قطيع واحد او من عمر واحد، لان التجانس في المناعة الامية مهم جدا. لما تكون المناعة الامية متجانسة بيديك نتيجة كويسة في التحصينات. المعيار الثالث يا شباب، ان ما يكونش فيه التهاب سرة. السرة بتاعت الكتاكيت لازم تكون ملتئمة كويس جدا، وإلا هيحصل نافق وإصابة بالإيكولاي والسلمونيلا، وتدخل في مشاكل، وطبعا معدل التحويل هيقل والنافق هيزيد، وتبدأ الدورة في مشاكلها من أول أسبوع. فإذا التئام السرة واكتمالها من أهم المعايير اللي تقدر برضو تبني عليها أو تعاير عليها جودة الكتاكيت. المعيار الرابع هو وزن الكتكوت. في ناس مختلفة على وزن الكتكوت، الحد الأدنى كام، لكن أنا وجهة نظري الحد الأدنى 40 جرام، ما يقلش وزن الكتكوت عن 40 جرام. لكن إذا كانت الكتاكيت ما فيهاش عيوب تانية، يعني الكتاكيت واضح إن هي جيدة جدا فيما عدا الوزن، تقدر ان انت تضحي ب 2-3 جرام لتحت شوية مفيش مشكلة. لكن اقل من 37 جرام بيحصل هنا تأخير في معدل التحويل، تأخير في عمر البيع. الكتكوت اللي وزنه 40 جرام عمر يوم بيديك 180 جرام حد ادنى عمر اسبوع، بيديك 450 جرام عمر 14 يوم، لحد ما على عمر مثلا 30 يوم تبص تلاقيه لا يقل عن كيلو ونص. لكن الكتكوت لو نزل ل 36-37 جرام، كل اللي انا قلته ده بينقص، فتلاقيه ممكن في اخر الدورة تلاقيه فرق 150-200 جرام عن الكتكوتة ب 40 جرام. كل ما توفر يوم في العمر الكبير هتوفر عمالة وقلق ونافق ومشاكل وكهرباء ومية، يعني انت اولى بفرق العمر. كل ما تبيع بدري كل ما هيكون مكسب مضمون لحضرتك. المعيار الخامس هو سرعة استقبال الكتكوت لمزرعتك، يعني ما يحصلش ان الكتكوت يحصل له جفاف مثلا من طول فترة النقل، او مثلا تبص تلاقيه ريش، ده معناه انه بات في الفقاسة. يعني الكتكوت لو جه لقيت الجناح فيه ريش كده بزيادة، ده معناه انه هو بات عندك في الفقاسة او حصل فيه تأخير في عملية النقل. غير كمان ان شكل الكتكوت مهم جدا، يعني عيونه ما تكونش مكسورة مغمضة، المنقار ما يكونش فيه اي مشاكل، او يعني لازم يكون الكتكوت طبيعي في الشكل، سواء المنقار او العين او الرجل ما تكونش فيها جفاف، او الريش الجناح ما يكونش فيه ريش زيادة عن اللازم. كل دي مؤشرات بصرية تقدر ان حضرتك تعتمد عليها عشان تقرر او تحدد اذا كان الكتكوت ده جيد وتستلمه مزرعتك وتبني عليه دورتك، ولا
ترفضه او تتصل بالشركه وتعبر عن اعتراضك وتعبر لان لو حصل لك اي مشكله بعد كده هترجع شركه الكتاكيت تقول لك طب انت ما اتصلتش بينا ليه؟ ما عرفتناش ليه؟ ما كنتش تستلم الكتاكيت يا اخي. فلازم تنتبه جدا يا اخي العزيز، والا هيتحط عليك انت وتطلع انت اللي غلطان في الاخر. لان في عرف مهنه الفراخ كلنا فاهمين المفروض الموزع او شركه الكتاكيت بتضمن للعميل ما يكونش فيه اي مرض من الامراض. وفي النهايه يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.